هذا بحث الحب هذا بياخذ اللب. ما في شك. قالوا الحب بائين، اصل حبب، لكن دخلت الباء في الثانية، دخل الفني محب في المحبوب، ولذلك ما بقى الاول يزور، راح الفني. الحب هذا فناء وتلافي، ان كان فيه ائتلافي بك عجل به جعلت فداك. صحيح. فلم تهوني ما لم تكن في فانيا، ولم تفن ما لم تشتري فيك صورتي. كلام ابن فارس طبعا، هذا كلام محبين. هذا الله يفعل البركة، ربي يحفظك، الله يرزقنا الحب الصالح. لأنه كبار من الأولياء كانوا يقولوا نحن ما ندعي الحب ولكن نشتهي الحب، وإذا كان هذوليك ما ندعي الحب الله يسترنا، نحن نقول إن شاء الله من المحبين، نرجو الله تعالى. الله هو الحب، لا تقرب عليه فاسلم بالحشم. نحن وقعنا وإنا لله وإنا إليه راجعون. هو الحب فاسلم بالحشم، ما الهوى سهل فما اختاره مضمن به وله. خرجوا عن العقول في النقول، خرجوا عن العقول في النقول، هدفهم النقل لا العقل. دلالة على شو قال؟ هو الحب فاسلم بالحشم، ما الهوى فما اختاره مضمن به وله. وعش خاليا فالحب راحته عنا بنصحه، وأوله سقم وآخره قتل، ولكن لدي أنا الحب فيه صبابة حياة لمن أهوى علي بها الفضل، نصحتك علما. والذي أرى مخالفتي خالفني وفوت. بدي شجعان، بدي شجعان، نصحتك علما بالهوى، والذي أرى مخالفتي فاختر لنفسك ما يحب. أحبة قلبي والمحبة شافعي لديكم، إذا جئت بها اتصل الحبل، عسى عطفة منكم علي بنظرة فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم ولو كان عندكم الكل. الله يرضى عنهم، الله يرضى عنهم، كلام المحب صادق بحي القلب، تعشقه تتعشقه الروح. صحيح. وإذا كان الكلام ما هو عن محبة ما له تأثير، أما إذا كان عن روح محبة ما شاء الله. وكلام الأم الله يرضى عنهم كله فيه روح، روح. أحبائي أنتم أحسن الدهر، وكونوا كما شئتم، أنا ذلك الخير.